في ظل استمرار فقدان فرص العمل والتدهور الاقتصادي في لبنان، لجأ الكثيرون منهم إلى ترك بلدهم واللجوء إلى دول أخرى بحثاً عن الأمان وكسب لقمة العيش، ومن بينهم اللبنانية سهى التي جاءت إلى دبي بحثاً عن عمل بعد دمار المقهى الذي كانت تعمل فيه في بيروت في انفجار المرفأ في آب أغسطس الذي أدى إلى تفاقم الانهيار المالي وانهيار الليرة. أتيت من المجمع الصغير في لبنان، وبالتالي فإن سيرتي الذاتية تبدو وكأنها لا شيء، مع أنني أشعر بأنني قد أنجزت الكثير. أريد فقط أن أجلس في مكان أشعر فيه براحة بال وبأنه لن يقع انفجار في أي لحظة. وأيضاً مصمم أزياء الزفاف اللبناني عابد محفوظ الذي أعاد مشروعه في مركز تجاري فخم في دبي، حيث يتيح له جذب عملاء متميزين كما أنه يلبي لهم احتياجاتهم. دبي هي حلة مكان بيروت صراحة. يعني أنا اللي عم شوفه هون بالسيتي ووك هلأ اللي تقريبا اسبوع او 10 ايام، وقبل لما كنت عم بفتح يلي كنت شوفه بلبنان من 4-5 سنين عم شوفه هلا هون. الزباين والناس والناس اللي عم تشتري وعم تفصل بساطين عرس، رجعت عشت اللي هي كنت انا عايشها من 4-5 سنين بلبنان. ولطالما كانت دولة الإمارات مقصداً لأصحاب أعمال ومهنيين لبنانيين يدفعهم عدم الاستقرار في بلدهم الصغير إلى الفرار للخارج، وتكثف الإمارات جهودها لجذب القوى العاملة الماهرة والاحتفاظ بها مع احتدام المنافسة على المواهب في منطقة الخليج، حيث تتجه الدول إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن عائدات النفط.